السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا متابعي القناة الكرام. هذا الدرس إن شاء الله راح يكون درس مهم جدا، يعني إذا كنت طالب في علوم الحاسبات مثلا أو أي أمر أو أي قسم أو أي تخصص له علاقة بالبرمجيات، أو حتى لو كنت اختصاص ثاني لكن تحب تبدأ بمجال البرمجة، إحنا دائما نعرف ولكل أي أحد يسأله راح يجاوبك إنه أنت كمبرمج تحتاج تفهم الـ algorithms data structure. And I, this is the first thing you have to understand. يعني أول شيء لازم تفهمه، أول شيء لازم تتعلمه بالبرمجة. فهذا الدرس، مميزة هذا الدرس إنه راح يكون درس واحد مختصر، راح يشمل أهم الـ data structure اللي تحتاجه كطالب أو كمبرمج بشكل عام، حتى لو كنت نوعا ما متقدم لكن ما كنت درست بالبداية المواضيع الرئيسية، المواضيع الأساسية مثل algorithms data structure، خوارزميات وهياكل البيانات. فهذا راح يكون مفيد جدا لك. طبعا هنا ما ليش عن خوارزميات ولا فقط هياكل البيانات اللي داتا ستراكشر. اكيد الداتا ستراكشر فيها عده امور، ليس فقط هذا اللي راح نشرحه هنا، لكن هاي تعتبر من اهم الامور اللي راح اشرحها، لان راح نشرح اول شيء اهم هياكل البيانات اللي عندنا المهمه جدا، وراح نشرح انه كيف فقط ادخال البيانات الى هذه الهياكل، ترتيب البيانات داخلها، وايضا كيفيه عرضها. اكيد احنا عندنا امور عديده مثلا السيرش، البحث، وبعض المواضيع الديليت. ايضا الديليت راح نشرحها ببعض الداتا ستراكشر. والكود انا ما راح اكتب الكود لان ما اريد اخذ وقت طويل جدا يعني، لكن الكود راح ارفعه على الجيت هاب فتقدر تشتغل معي وتعدل الكود، ممكن تعمل افضل من هذا. طبعا اكو عده طرق انك تنثب داتا ستراكشر، انا بهذا الدرس حاولت استخدم اسهل الطرق الممكنه، هي طرق جيده جدا اكيد لكن حاولت اسهلها، اعمل اسهل الطرق الممكنه انه نشتغل فيها. راح تشوف انت بالانترنت مثلا عدة فيديوهات، عدة دروس، ممكن مثل هذه بطبقيها، ممكن مختلف، ممكن أعقد، ممكن أبسط، لكن هذه حاولت أستخدم عمل بأفضل طريقة ممكنة وبأسهل طريقة ممكنة، وراح تشوفه على الجيت هاب. مميزة هذا الدرس الثاني، أول شيء إنه مختصر ويشمل الكل، أيضا مميزته إنه راح أشرحها بشكل مرئي، وهذه أهم مشاكل أنا أشوفها بقوائم هياكل البيانات. لما يشرحوها مثلا بالجامعات أو يشرحوها حتى بالانترنت مثلا، غالبية الشرح يكون فقط يكتب كود، يكتب كود وانت ما راح تفهم ولا حتى هو احيانا يفهم. ف كتبت الكود احيانا ما تبين، يعني انت هياكل بيانات، من اسمه هياكل بيانات، يعني هياكل داخل، يعني كانه هياكل بيانات ستراكشر معين من البيانات داخل الذاكره. فانت تحب، انت لازم تعرف شلون قد تتشكل هاي هياكل البيانات داخل الذاكره، هاي ستراكشر شلون قد تكون داخل الذاكره، يعني تدخل بيانات ايش حيصير بيها حتى تفهمه. فانا راح اركز هنا على هذه الامور، الكود راح يكون موجود، فقط راح اقول لك انه هذا الكود يعمل كذا، هذا الكود يعمل كذا الى اخره. اول نبدا مباشره، اول هياكل البيانات اللي عندنا، هياكل البيانات المهمه اللي عندنا هي الاري. الاري ممكن انا بالنسبه لي شخصيا، انا بالنسبه لي مثلا ما اعتبر هياكل بيانات الاري، لان هي تعتبر primitive، ممكن نسميها primitive data structure، اللي هي primitive يعني اللي هي موجوده اصلا باللغه البرمجيه، وليس انه object او انت تحتاج تصنعه مثل قوائم مثل هياكل البيانات الاخرى اللي احنا راح نصنعها كاوبجكت ككائنات احنا راح نعملها، بينما الاراي هي موجوده اصلا. فالاراي هي ايش؟ اذا جينا هنا فقط توضيح، هذا هو ايش الاراي. اذا اعتبرنا هذه الذاكره اللي عندنا، الذاكره عباره بيها عن مكانات معينه، فانا بنعمل اراي راح احجز مكانات معينه فقط. الاهم عيب بالاراي، الاراي طبعا هي ممكن حتى الفاريبل نعتبر داتا ستراكشر، يعني هذه المكان الوحده هنا هي هاي فاريبل، تعتبر فاريبل وتعتبر كانه داتا ستراكشر، يعني داتا موجوده داخل الذاكره الرام، راندوم اكسس ميموري نتكلم هنا. لكن هي وحده فقط الفاريبل، بينما الاراي هي عباره عن مجموعه من الفاريبلز لكن من نفس النوعيه، تكون وتكون بشكل متتابع، يعني تكون كانه قالب واحد، جهه واحده، كانه علبه واحده. فهي هذه الاراي. مشكله الاراي ايش؟ مشكله الاراي انه انت من تخلي حجم لها ما تقدر تغير هذا الحجم، انتهى، انا خليته 3 3. اذا جينا على الكود هنا، طبعا عملنا كلاس public class، عملنا count بديناها ب 0 0 لان نتبع الاراي هنا. السايز اوف اراي مثلا قلت 3، فاذا بيها 3 فقط، انتهى، 0 1 2. الاندكس ماله راح يكون 0 1 2، هاي 3، فاذا راح يكون بيها 3. بعدين سمينا فون نمبرز، مثلا عملت اري عادي نوعه انتجر، هاي طبعا بلغه جافا تطبق بهذه الطريقه، ممكن باي لغه برمجيه، فقط السنتكس مختلف نوعه بشكل بسيط جدا.
فهذه نوع array عملنا new integer size of array يعني الحجم ماله 3 يعني 0 1 2 بس تاخذ 3 بيانات فقط 3 integers فقط فقط هاي عرفنا الاراي بعدين جينا نضفنا function اللي هي add phone number نوعه integer فاضيف phone number عندك array ضيف phone number فايش نقول بداية نقول بداية اذا كانت الكاونت يساوي size of array اذا وصلنا العدد 3 وهي 3 اصلا size of array system dot out array is full انتهى ماكو مجال بعد ما تقدر تضيف بعد انت لكن احسن ما يطلع لنا خطا فنضيف هذه الشرط ولا حتى لا يظهر لنا خطا else اذا كان بعد اكو مجال بالاراي ما وصلت 3 الحد مالته الحجم مالته السايز مالته يعني راح اقول له الفون نمبر دوت كاونت لان الكاونت راح يبدي بصفر فلما اخلي واحد وحدي راح تكون واحد بعدين اثنين بعدين ثلاثه راح يكون الحجم العدد يساوي 4 فشوف احنا بدنا اول واحد راح يكون الاراي الفون اراي اوف صفر راح يكون فون راح تكون اول وحده رقم الهاتف لما يجي يدخل واحد ثاني راح يكون الثاني الكاونت واحد اثنين الى اخره الكاونت راح يكون زائد زائد راح يبقى يزيد بكل بساطه بعدين نجي نقلنا مين عملنا الاراي هاي فقط هنا عملناها لكن هنا نستخدمها حاليا عملنا اراي دوت اد فون ضفنا هذا ضفنا 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 اربعه هنا شوفوا هنا بال هذه احنا عندنا فقط مجال ثلاثه اذا ضفنا واحد ثاني ما راح يكون يضيف يعني ما نقدر نوسع على الاراي الاراي ثابت حجمه ثابت من عرفناه مره انتهى الامر فلذلك اذا جينا هسه حاليا عملنا رن هاي فقط انا ما عملت اي شيء هنا عملنا اراي طبعا انا افرض انه انت بتدرس داتا ستراكشر انت لازم تعرف اساسيات لغه برمجيه لما تجي تطبق داتا ستراكشر لازم تعرف اساسيات لغه برمجيه من اقول اساسيات اقصد متغيرات داتا تايب الاف اللوب الفور الوايل الى اخره لازم تعرفها وايضا لازم تعرف الاوبجكت اورينتد بروجرامينج او بي هاي جدا مهم حتى تقدر تطبق الداتا ستراكشر لذلك نفترض انك تعرفها لذلك انا ما راح اشرحها كلها فجينا هنا فقط مجرد عملنا array دخلنا بيها array dot add بعدين عملنا loop على array نفسه اللي عندنا حتى نعرض البيانات اللي بيها فشوفوا هنا بعد ما عملنا run الامر جدا واضح اول شيء قال لك the array is full لانه شنو دخل ثلاثة فقط احنا دخلنا اربعة هنا الرابع ما يدخل فلذلك اعطاك رسالة قال لك array is full لان ما ظل مجال احنا ثلاثة عندنا فقط فبهاي البساطة الاراي وهاي مشكلة الاراي لذلك ما دام الاراي بيها مشكلة بيها محدودية فلذلك عملنا نعمل شغلة ثانية اللي نبدي فعلا بالداتا ستراكشر اللي احنا نعملها بيدنا شغلة اسمها دايناميك اراي ايش هي فكرة الدايناميك اراي بما انه الاراي ما تقبل تغير حجمه انت من تخلي له حجم معين ثابت هذا هو وهي مشكلة احنا نريد نغير حجمه نريد ايش قد ما المستخدم يدخل ما معقول يجي المستخدم يدخل 10 رقم تليفونات او حتى مليون رقم تليفون فجاه يقول له قطفت ما بعد عندك مجال لا المستخدم ما له علاقه يريد يدخل هو فبالذاكره ما ممكن هذا الشيء بالبروميتيف باللغه البرمجيه ما ممكن لازم نعمل له داتا ستراكشر احنا بيه فكيف شنو فكره الدايناميك اراي؟ الدايناميك اراي فكرته ايش؟ انه انت عندك مثلا عرفت من البدايه واحد الاراي فهي واحد يعني تقبل فقط صفر فقط قيمتها صفر راح تقبل يعني واحد فقط الاراي من خليته واحد يعني تقبل واحد فقط لما يجي المستخدم يدخل بعد راح مباشرة يضرب الواحد في اثنين فراح يكون اثنين اذا خلصت القبطة يعني ما ظل مجال يضرب السايز في اثنين فراح يتضاعف حجمه وهكذا فكل ما يريد يدخل شيء تخلص الحجم يقبط يريد يدخل بعد يضربه في اثنين كيف يعني؟ شوف هنا مثلا عندي هنا انا خليني اجي اعرف لك ايش اشتغل لك عملنا دايناميك اراي نفس الشيء بالضبط عملنا فون نمبر نفس هذه بالضبط كل شيء وفرقت راح انزل لك اياه شوف فقط عرفنا من البدايه انه خلينا داخل كونستراكتر نفس الفكره فعرفنا الاراي عرفنا الكاونت اللي هو يبدي بصفر اكيد والسايز اوف اراي نفس الشيء بعدين جينا عملنا الكونستراكتر هنا فقلنا السايز اوف اراي واحد فتقبل عنصر واحد فقط الفون نمبر هو مجرد انتجر وبينو سايز يعني تقبل عنصر واحد فقط الكاونت اكيد راح يجي بصفر وبعدين راح يزيد نجي بالاد element نفس هنا الاد لكن هنا اد فون هنا اد element نفس الفكره هنا ايش قلنا شوف هنا قلنا ماذا قلنا لما الكاونت يساوي سايز اوف اراي ظلوا رساله وقل لهم قبطه اتس فول اتس نوت وركينج ما بعد تشتغل بينما هنا ليش قلنا لا اذا الكاونت يساوي سايز اوف اراي اكستند سايز جرو سايز ايش ما تقدر تسميها يعني مجرد اقول له كبر الحجم ماله كبر الحجم ماله هذه فانكشن عملناها والا اذا كان حد اذا كانت الكاونت بعد بيها مثل هي صفر بين هي حجمها اثنين دخلنا واحد بعد اكو مجال فبهاي الحاله عادي فون نمبر كاونت يساوي الاي اللي دخلناه الاليمنت اللي هو فون او اي شركه فمجرد دخل الاليمنت داخله وبعدين زيده لكن من تقبط من تصل المجال انه ما بعد بيها مجال ما راح تقول له انه ماكو مجال لا راح تستند السايز يعني ازيد الحجم الاكستند سايز هي فانكشن ممكن تكتبها نفسها ممكن تخليها فانكشن اللي هي ايش عملت؟
اعمل له تمب تمبوراري، مكان بالذاكره تمبوراري راح يكون مؤقت. التمبوراري ايش يساوي؟ اضفنا بينه الانتجر. هو ايش التمبوراري؟ هو عباره عن انتجر، هو الراي انتجر سايز في 2. السايز اللي كان عندنا مثلا 1 اضربه في 2 ما له ضعف يعني، فهذا التمبوراري. نجي بعدين ايش نعمل؟ نجي على الراي السابق، انتجر اي يساوي 0، اي اكبر من السايز اوف الراي اي زائد زائد. نجي على السايز الاراي السابق اللي عندنا هي ايش بيها؟ نخليها داخل التمبوراري. شوف temporary of i هي صفر راح يساوي صفر واحد اثنين الى اخره، يساوي فون نمبر array. فالاراي السابق اللي عندنا مثلا حجمه 1 ضفناها داخل التمبوراري، فحاليا التمبوراري حجمه ايش؟ قد في 2، فاذا بينه مجال بعد. وهكذا كل ما تضيف مجال خبطت يضيف بعد والى اخره. بعدين قلنا له فون نمبر يساوي temporary، بعدين سايز في 2. راح امثل لك اياها خطوه خطوه. شوفوا عندنا احنا بيها واحد فقط، ليش؟ لان عرفناها انه واحد فقط، الحجم ماله واحد فقط، فبيا واحد فقط اللي دخلنا بينه 9 مثلا. بعدين جينا ندخل واحد ثاني ماكو مجال، فايش عملنا؟ رحنا على الاكستند اراي الاكستند سايز، هوني عملنا انتجر تمبوراري، التمبوراري او التمب حجمه في 2، فاذا جينا هنا 1 في 2 راح يكون 2، فهذا التمبوراري حجمه 2 فاره حاليا، التمبوراري هذا التمب فاره حاليا. بعدين جينا ايش قلنا؟ البيانات اللي من i الى حجم الاراي زائد زائد، التمبوراري يساوي الفون اوف i، فالفون اوف i ايش كان بيها؟ اطبعوا بيها 9، فخلي بيها 9 هنا. بعدين الفون نمبر يساوي تمبوراري، حاليا التمبوراري مسحناه كانه، قلنا الفون نمبر هذا يساوي التمبوراري، فالتمبوراري انتهى المسح، حاليا ما نحتاجه ما عندنا، وهذا المسح لان عندنا بالجافا عندنا شغله بكل لغات البرمجه حاليا عدا السي، عندنا شغله اسمها الجاربج كولكشن. جاربج كولكشن، الجاربج كولكشن اللي هي مثل جامع النفايات، جاربج كولكتر يجمع النفايات، فهذه من الغيناها ما قد نستخدمها، شلنا المؤشر البوينتر من عندنا، هي اوريدي هتنمسح فتتنظف، فهاي مباشره راح تنمسح. حاليا الفون نمبر صارت هذه، صارت 2 حجم، من الفكره واضحه يعني بهذه الطريقه راح تفهمها. ف بعدين قلنا size of array يساوي array في 2، يعني حجمه في 2، صح؟ حتى size يرجع مجرد متغير هذا، فحتى نضربه في 2 يرجع في 2. وانتهى الامر، هسه حاليا صارت 2، نرجع مرت اللغه راح يشوف الكاونت اكبر، فاذا ما راح يضيف اللغه. من صار الكاونت 2 راح يجي مرت اللغه يضربها في 2 راح يصير 4 ويعمل temporary الى اخره. فبهاي البساطه، فشوف حاليا اذا جينا هنا هي المفروض واحد بس، شوف ايش عمل. شوف دخل 12 88 6 وبالاخير دخل صفر لانه حيضربها في 2 فراح يضل مكان زائده، فدخلها صفر بالاخير. لكن كل التدخل ايش ما تريد تدخل بعد، دخل 100 وحده ما راح يكون اي مشكله راسا، لانه راح يضرب هو بالداخل ما لك علاقه، هو بالداخل راح يضربها، فدخل مثلا 67. فغالبا هنا شوف ضاف لك 3 اصفار، يعني ضاعف المساحه ضربها في 2 فضرب لك 3 اصفار. فهذه هي الفكره مالتها بهاي البساطه. هنا عندنا مشكلة مثل هنا قلنا المشكلة انه الحجم ماكو، هنا ايضا عندنا مشكلة انه انها كل ما تجي تعمل شيء جديد انت راح تضربها في 2، او حتى لو زايدة 1، ليش يضربها في 2؟ زايدة 1، المشكلة اذا زيدتها 1 المستخدم كل ما يجي يريد يضيف لازم يجي يعمل الكوبي مرة ثانية، يتعب البروسيسور مرة ثانية، يتعب الميموري، يتعب البروسيسور، حتى لو ما ياخذ مساحة كبيرة بالميموري تماما يعني بس راح يضيف 1، لكن راح تتعبه بالمعالج انت الحاسب مالك، يعني راح تظل كل شويه تعمل نسخه جديده وتخلي تحول، يعني تعمل نسخه وتحول، لا نضربها في 2 على الاقل، انه كل ما يضيف يقدر يضيف فتره، وبعدين لما يخبط راح يجي يعملها كوبي مره ثانيه. لكن بكل الاحوال انت قد تاثر على الذاكره وقد تاثر على المعالجه، انه الذاكره انه قد تعمل تمبوراري ما راح تستفاد منه اي شيء، وبعدين ترجع تحول بيانات اللغه، فراح تكون بعض المشاكل. لذلك جينا عندنا شغله ثانيه اللي هي ال لينكد ليست. سنجل لينكد ليست، عندك دبل لينكد ليست. من تركز معي باللينكد ليست، يعني من راح نبدي فعلا الداتا ستراكشر الرئيسي، يعني اول داتا ستراكشر معروفه هي اللينكد ليست. هنا اول شيء نعمل نود، النود هو مجرد هذا النود، هذا هو النود داتا، وبينو هون شيء نيكست راح يوديك من اسمه لينكد ليست، لينكد مربوطه شيء مربوط بالثاني، فلذلك هنا راح مؤشر يأشر لك على الثاني لازم، فهاي هي اللينكد ليست. فنعملها على شكل اوبجكت، عملناها على شكل اوبجكت هنا اذا تشوف، عملنا الكلاس هنا بعدين ستاتيك كلاس، عملنا الكلاس على شكل اوبجكت يعني كلاس ثاني ستاتيك داخل الكلاس، سمينا نود بينو داتا وبينو نكست. النكست هي نود، ليش نود؟ لان هي راح تاشر على نود ثانيه تكون مرتبطه بيه، ف
فداتا والنكست هي عباره عن نود اللي بعده. بعدين عملنا كونستراكتر مالته الداتا اللي بيها، ذس داتا يساوي داتا، ذس نكست يساوي نل. نكست يساوي نل بالبدايه لان ما راح يكون اكو شيء، ما عندك كل شيء بس وحده، فاذا نل بالبدايه النكست راح يكون نل. نجي بعدين شوف ركز معي. كملنا هاي، بعدين اجي قلنا النود هيد والنود تيل. ليش هيد وتيل؟ التيل يعني الهيد يعني الراس والتيل يعني الذيل. فراح يكون بالبدايه حتى نتبعه احنا، حتى نقدر نتبعه نقدر نستخدمه، عندنا احنا نعمل نود هيد ونود نسميها تيل تاير بهاي الطريقه. فالهيد راح يكون اول وحده والتيل راح يكون اخر وحده الذيل مالت. شوف ركز معي، فعملنا مجرد ما في اي مشكله، هذه فقط الشغل. بعدين نجي نضيف حاليا اد نود. لما نجي نضيف نود جديده شنو راح يكون؟ نود انتجر داتا، النود راح يكون فيها داتا 1 2 3 شو اشتري تضيف داتا تضيف. فنود يساوي نيو نود ضاف نيو نود مع الداتا. ايش صار حاليا بالذاكره؟ بالذاكره لما قال له نود نيو نود داتا عمل هذه فقط. الداتا القيمه اللي انت خليتها هون الداتا، شوف ايش بتخلي المستخدم بعدين، لان انت بعدين راح تطبق على هذه، حيخلي قيمه المستخدم هنا، مثلا خلى 1 خلى 2 خلى 4 الى اخره. فالمستخدم خلى قيمه هنا اللي عمل الداله يعني. فانا خليته مثلا 5 باعتبار 5. شوف الجاقه اف هيد يساوي نل. بالبدايه الهيد هيكون نل لان كل شيء ما عرفنا احنا بالبدايه، فالهيد هيكون نل. فالهيد يساوي نيو نود والتيل يساوي نيو نود، التايل يساوي نيو نود. فاذا هذه هذا مجرد موشن، نخلي هذه هيد وهذه تايل. فحاليا هي نفس النيو نود الاولى هي الهيد وهي التايل بنفس الوقت، يعني هي وحده عندك، فهي الاولى وهي الاخيره صح؟ فاذا هي راح تكون 2. نجي بعدين else اذا ما كانت اول وحده، else تايل تايل دوت نكست يساوي نيو نود، تايل يساوي نيو نود. حاليا ما عندنا نكست، حاليا دخلنا اول وحده. نجي حاليا ندخل ثانيه وحده، اد مره ثانيه. فعمل نود يساوي نيو نود داتا. فحجي اعمل، ركز معي، اعمل وحده جديده. كوبي بيست. ادخل بها داتا جديده مثلا 7، اي شيء كان راح تدخله بها انت، مثلا نعتبره 7، خليته هون. خلاها مكان عشوائي بالذاكره حاليا، ما ربطها. راح نجي نربطها شوي كله. فشوف ايش يقول لك. اف هيد يساوي نل، احنا الهيد ما يساوي نل. حاليا الهيد هو هذا، ما عندنا اي مشكله، فاذا ما يساوي نل، فاذا نجي على الايلس. ايلس شنو؟ تايل دوت نكست يساوي نيو نود. انتبه علي، تايل وينه؟ هو هذا نفس التايل. دوت نكست اللي هاي النكست اللي قلنا بيرو داتا وبيرو نكست، النكست بالبدايه نل بعدين يساوي نيو نود، فاذا النكست ماله راح يساوي هذه. مش مهم مجرد راح نربطه بيها انتهى الامر، حاليا يساوي هذه. فالنكست ممكن تكون 7 او ممكن هو مو 7 بالحقيقه، مو 7 هو مجرد ريفرنس للنود الثاني. اذا جيت هنا ركز معي، ايش قلنا احنا؟ قلنا النكست هو نود، نوعه نود، فاذا نود مجرد اشير على النود الثاني. فجينا ايش قلنا هنا؟ تايل دوت نكست يساوي نيو نود، فاحنا كملناها اشرنا عليها. بعدين قلنا التايل يساوي نيو نود، فاذا التايل كان هنا صار هنا نيو نود. كمل هاي فكرته والى اخره. جينا ضفنا واحده ثانيه مثلا، اضيف واحده ثانيه كنترول سي كنترول في، اخلي قيمه مثلا بها 99 على سبيل المثال. راح اجي هنا ايش عملنا؟ نعتبر نفسنا ضفنا واحده جديده. فاذا راح نجي خلاها مكان معينه، هيد يساوي نل، لا الهيد ما يساوي نل، ارجع الايلس. تايل دوت نكست يساوي نيو نود، فاذا التايل دوت نكست احنا حاليا التايل هذا، فالدوت نكست مالته اللي هذه يساوي نيو نود، فاذا ياشر على نيو نود، يعمل لينك مع نيو نود. ممكن نخلي هون 99 كمجرد اشاره انه هاي تساوي هاي، يعني هي نود وليس 99. بعدين ايش قلنا؟ تايل يساوي نيو نود، تايل يساوي نيو نود، فاذا نجي نغير مكان التايل خلينا نيو نود وهكذا. فينش تمام، خلصت الشغل. هذه فكره السنجل ليست، طبعا بها بحث الى اخره، لكن احنا فقط نشرح الاساسيات مالها. انت فهم اذا تفهم هاي الفكره اهم شيء. بعدين نجي ديسبلاي العرض، فايش قلنا بالعرض مالته؟ عشان نعرضه كله، قلنا نود كرنت يساوي هيد، فاحنا عملنا متغير حتى فقط نتبعه سميناه كرنت الحالي يعني، ايش راح يساوي؟ يساوي هيد. فاذا جينا هنا حاليا الحال يساوي هيد، هنسمينه current يساوي هيد، فاذا الكرنت يساوي هيد حاليا. بعدين نجي ايش نعمل؟
اقول له اف هيد يساوي نل فقط قل لي فارغه، اذا هيد نل يعني فارغه ماكو شيء، فاذا ماكو اي مشكله، فاحنا لا مو فارغه، نجي بعدين اطبع لي هاي السالفه ما لنا علاقه بيها. وايل كرنت لا يساوي نل، اذا الكرنت لا يساوي نل ايش راح تعمل؟ اطبع لي كرنت دوت داتا والكرنت يساوي كرنت دوت نكست، فاذا ايش راح يعمل؟ يجي يطبع الداتا مال الكرنت اللي واشني 7 بالبدايه، بعدين نكست هنا، بعدين يجي يطبع ال 99، بعدين يجي هنا يطبع هنا يطبع الخمسة، هنا يطبع السبعة، هنا يطبع التسعة وتسعين، بعدين راح يزيد، راح يكون ماكو ممكن تساوي نال هيد، لين ما راح يكون اكو هيد بعد، خلصت هاي المكان ماله. شوف هنا نرجع الكود مرة ثانية، ايش كان الشرط؟ if current لا يساوي نال، فالكورنت اذا تعبه راح تظل next next next، بالاخير ما راح يضل شيء، يعني الكورنت هي الهيد راح يكون بالبداية، فراح تعبه وبعدين تطبعهم كليتهم وانتهى الامر تباع كليته. فاذا جينا هنا عملنا رن راح تشوف انه طبع لك اياه كليته بكل بساطه، هذا انتهى الامر، فقط عملنا ديسبلاي. اذا عملنا ديسبلاي هنا راح يطبع لك اياه كليته. هاي فكره اللينكد ليست. نجي هاي السنجل لينكد ليست، نجي على الدبل لينكد ليست، الامر نفس الشيء بالضبط ما راح يفرق. اذا جينا على الدبل شوف هنا اللينكد ليست واحد بيها فقط نكست، فقط يأشر على النكست، بينما اللينكد ليست الدبل بيها next بيها previous، يأشر على next البعض ويأشر على قبل، فهذا راح تكون مفيدة ممكن بالبحث مثلا، تقدر انت تعرف من تصل نود معينة تعرف شكو قبلها وشكو بعدها، هي مرتبطة بيها مؤشر عليها. فإذا جينا عشان تشتغل هذه الدبل linked list أيضا أمر بسيط، نجي أول شيء عملنا داتا، عملنا نود مكان ما واحدة next، عملنا نودين اثنين next و previous، بعدين نجي public node داتا عادية نفس الفكرة بس مجرد عملنا واحدة جديدة، أيضا نود هيد ونود تايل نفس الفكرة بالضبط، هنا عندنا هيد وتايل بالبداية حتكون واحدة هيد وتايل. نجي على الإدخال، أد نود داتا، عملنا نود جديدة داتا يساوي داتا، نود طبعا يكون بيها نكست وبيها واثنين راح يكونون نل، لأن احنا عرفناها بالبداية قلنا له اثنين راح يكونون نل، إذا جينا على الكونستراكتر اثنين من نل نكست والبريفيوس، فاحنا اثنين من نل حاليا. فنجي نضيف هيد يساوي نل، ايه نال حاليا نال كل شيء ما عندنا، فالهيد يساوي نيو نود والتال يساوي نيو نود، فعملنا نيو نود والهيد يساوي نيو نود والتال يساوي نيو نود، فحاليا نفس الفكره مال الاولى ما تغير اي شيء. ايلس اذا ما كان نال فنجي مره ثانيه نعمل واحده جديده، عمل واحده جديده مثلا هنا كنترول في، عمل واحده جديده بالذاكره ما بها اي ما مرتبطه باي شيء حاليا، حاليا نجي نربط، فجينا قلنا اذا هيد يساوي نال لا ما يساوي نال، فاذا ايلس tile.next يساوي new node، فإذا tile.next هذا tile لأنه هذا tile حاليا .next يساوي new node 5، وبعدين new node.previous يساوي tile، شوفوا ننتبه هنا يعني بيها previous new node، ال .previous مالتها شو يساوي؟ راح يساوي tile أيضا، لأن احنا إذا جينا هنا خليناها هنا بشكل حتى تكون أوضح فقط، فهاي هنا قلنا التايل دوت نكست هذا التايل حاليا، اتمنى تكون مركز معي فقط، اذا ما مركز عيد الفيديو لان ما في عيد عيد، قلنا هذا التايل حاليا التايل دوت نكست يساوي هاي الجديدة، وقلنا النيو نود دوت بريفيوس يساوي تايل، فايضا النيو نود دوت بريفيوس راح يساوي التايل اللي هي هاي. فإذا اكو ربط من الجهتين، يعني اذا جينا هنا مثلا هذه راح نخلي بها طبعا هاي مثلا نخلي بها بيانات جديده مثلا نخلي 7 بها، فإذا نقول هاي تأشر لها تأشر 7 وبنفس الوقت هذه راح تأشر 5 مالت، تمام؟ فحاليا اكو ربط بينات دبل لينكد ليست، وبعدين التايل يساوي نيو نود نفس الشيء راح يكون نيو نود هي التايل، انتهى الامر نفس الشيء اللي بنضيف بعد الى اخره، راح اضيف بعد مثلا انا Ctrl-C Ctrl-V اسمي هاي مثلا او مو اسمي هاي خلي لي رقم مثلا 8، هذه راح يكون التايل حاليا التايل هو هذه راح يساوي next يأشر على هذه اللي هي راح تكون next مالتها 8، والنيو نود دوت بريفيوس راح يساوي 7 راح يأشر على هذيك ايضا راح يأشر عليها، فحاليا عندك لينكد ليست وحده مربوطه بالثانيه، اذا انت جيت هنا مثلا انت راح تعرف مباشره انه القبله 5 والبعده 8، راسا راح تعرف من النود نفسه، فهاي الدبل لينكد ليست. نجي مره ثانيه،
موضوع اخر اللي هو موضوع طبعا هو نفس الفكره ايضا راح تشوف الكود فرنت نود اول شيء جاء الكورنت الثيد يساوي نل مو عندنا نل حاليا فاللي يجي الكورنت لا يساوي نل نفس الشيء راح يتباع نكست ويجي يتباع كلته هذا وانتهى الامر يجي يتباع بعدين راح نقول له هنا رن والله رن هذه راح طبعا كلته ماكو اي مشكله المستخدم يقدر يدخل ايش ما يريد ماكو اي مشكله وتفيدك بعدين بالبحث الى اخره نجي بعدين على ستاك الستاك بنفسه مثل هاي مال حافظة مال كراس القديمة انه تخلي طرس واحد فوق الثاني فالستاك هي يقول لك يسموها first in last out هذا الشيء يعني اول واحد يدخل هو اخر واحد يخرج وبالعكس اخر واحد يدخل هو اول واحد يخرج يعني يبي مدخل واحد فقط فاذا جينا طبعا الستاك هي هذه اذا جيت هنا هذه هي الستاك فاول شيء دخلنا مثلا هذه مكان مدخل واحد فقط بيه فواحد يدخل هنا رجع يدخل الثانية أدخلها بهذه الطريقة فوق هذه فأول وحدة دخلت هذه آخر وحدة تخرج بينما آخر وحدة دخلت أول وحدة تخرج إذا غير دخل رجعت تخرج من هنا من نفس المكان فهي بهاي الطريقة نجي نمثل أشياء قد تشتغل شلون كبرمجة أيضا الأمر جدا سهل برمجناها بطريقة النود ممكن تبرمجها بطريقة أخرى لكن منها بالنود أيضا أول شيء استاق عملنا نود root مجرد مؤشر حتى نطير نتبعه سميناه روت اللي راح يكون اول واحد فاذا جينا حاليا روت هسه اترك الروت حاليا خلينا نجي نشتغل وحده وحده النود هي داتا وبيها نكست نفس ذيك بالضبط فبيها داتا بيها النكست هذه داتا وهاي النكست راح تكون في البدايه فتشبه اللينك ليست حاليا طبعا ممكن تطبقها بغير طريقه لكن اشوفها طريقه اسهل وافضل نجي على البوش اللي يعرف فلتر راح يعرف انه عندنا بوش وبوب فلما تجي تدخل شيء تعمله بوش نسميها بوش لما تجي تخرج نسميها بوب فهاي بال طبعا بالفلتر بعض السائل يقول ليش بوش وبوب يعني ليش ما اقول انسرت مثلا لان هي ماخوذه من الستاك الداتا ستراكشر ستاك هي اصلا الفلتر بالعمليه النافيجيشن السكرين نافيجيشن هي معتمده على الستاك فلذلك انت لما تجي على الشاشه تقول له نافيجيتر دوت بوش هذه يسموها بوش لما تغيب ترجع تطلعها هاي يسموها بوب فهاي فكرة البوش فقط مجرد اسماء بتغير اسمها فسميناها بوش اللي انسرت نفسها عملنا نود جديدة فهاي النود جديدة عملناها خلينا داتا 7 مثلا على سبيل المثال 7 بعدين قلنا if root يساوي null root يساوي new node تمام هي الروت null حاليا فارو فاذا الروت يساوي new node فاعتبر نفسنا لو دخلناها هنا حاليا وهاي سميناها root تمام حاليا فقط عندنا هاي اترك البقية نجي بعدين ندخل واحدة ثانية فنعتبر نفسنا عملنا واحدة ثانية هاي مالت خلينا نو عفوا طبعا ندخل هذه بالبداية دخلنا هذه بعدين نعمل واحدة ثانية عملنا واحدة ثانية مثلا حاليا هاي الروت عملنا واحدة ثانية جينا على الثانية if root يساوي null لا عندنا واحدة فإذا نجي على else not temporary يساوي root فعملنا نعمل temporary شغلة اسمها temporary أيضا مكان temporary مؤقتة نسميها نخلي الروت يساوي التمبوراري فخلينا هنا الروت حاليا بالتمبوراري فهذا حاليا صار كانه ممكن نعتبره التمبوراري بعدين ايش عملنا؟ روت يساوي نيو نود فحاليا الروت راح يساوي نيو نود النود الثانية اللي عملناها هنا بعدين new node.next يساوي temporary new node هذه النكست مالتها راح يساوي temporary اللي هي هاي اللي راح تكون الخمسة يعني حاليا الخمسة هي التمبوراري فمجرد لغيناها هسه حاليا لها وهاي صارت الروت بهاي البساطة نجي بعدين مثلا نضيف وانتهى الأمر نجي بعدين نضيف واحدة ثانية مثلا control V نجيب له واحدة ثانية خليناها هنا مثلا 8 سميناها اعطيناها داتا 8 مثلا فايش راح نعمل؟ التمبراري راح يكون هذا الروت، الروت راح يكون هذه الجديدة تمام؟ وبعدين بالاخير النيو نود روت دوت نكست، النيو نود دوت نكست يساوي التمبراري فالتمبراري اللي هو هذا الاخير فهاي راح تكون تأشر اللي هو كان ايضا لينك بيناتهم وهذي تأشر على بهاي البساطة. لما نطلع راح يكون بالعكس نجيب حاليا مثلا اريد نطلعها حاليا البوب
الباب جدا بسيط اللي هو اقدر امسحه مثلا، فاقول افرض يساوي نل، فاذا اوريدي امتي. اف ما نل ايش نعمل؟ انتجر بوبت من انتجر بوب يساوي روت دوت داتا. فالبوبت حاليا هسميها هاي بوبت مثلا بوبت يساوي ايش؟ يساوي الروت دوت داتا اللي هي هذه الروت الداتا مالتها اللي هي 8 تمام؟ بعدين روت يساوي روت دوت نكست، الروت هو عن نكست على هذه، انتهى الامر. قلنا ان الجاربج كوليكشن من هاي راحت ماكو اي مؤشر عليها، هاي انتهت اوريدي راح تمسح الجاربج كوليكشن راح يمسحها، انت ما يحتاج يعني حرفيا تجي تمسحها، انت ما تحتاج. بالجافا وباغلب لغات البرمجه حاليا اي شيء انت مجرد تتركه ماكو اي مؤشر يعني ماكو اي بوينتر مباشره وين ينحذف مباشره. فهاي كان اسمه بابت فانحذف. فاذا ريتن بابت راح يقول لك رجع لك فقط الاشياء اللي انحذف وراح ينحذف مباشره. فراح نجي نشوف انت بيك ايش البيك؟ البيك يعني اللي راح تاخذ اول عنصر. فالبيك ايش يقول لك؟ اف روت نال اكيد نال انتهى، ايلس روت دوت دات. فالبيك راح يرجع لك القمه يعني، فراح يرجع لك 7 يعني راح يكون الروت دوت داتا اللي هو الروت اول واحد دائما راح يكون فوق الكل. فاذا الروت يعني انت من تذكر واحد راح يكون الروت هون، فاذا حاليا راح يرجع لك اول واحد الشيء بالبدايه موجود. فانتهى. طبعا من افضل تطبيقات واوضح تطبيقات لهذا اللي هو النافيجيتر بفلتر، اذا كنت تعرف فلتر فالنافيجيتر فلتر يشتغل على هذه الطريقه. جينا هنا فقط عمل ستار ضاف له بيانات بوش وبعدين حذف وحده مثلا فقط مجرد حتى يفهمك حتى تقدر تفهمها. نشوف مثلا اول شيء بوش تو ستار، بوش تو ستار، بوش تو ستار 30 اضاف 30. بعدين سيستم دوت اوت دوت بوب، فالبوب اوريدي حذف اول وحده مثل ما قلنا عشان تشتغل، فيقول لك 30 بوب فروم ستار حذف توب اليمنت از 20 يعني حذفت 30 فال 20 راح يكون هو التوب البيك يعني، لان قلنا له بالاخير هنا شفت قلنا له برنت بيك فهو اول واحد راح يطلع لك. انتهى الامر كملنا. نجي على كيو. الكيو من اسمه كيو هو الصف. الكيو ايش راح يكون فكرته؟ الكيو انه خليه اول شيء احذف اشيل هذه يعني. الكيو تدخل من هنا تخرج من هنا. مثل عندك صف، فوق الصف اللي يقف اول واحد يخرج اول واحد صح؟ مو مثل الستايل. فالصف يدخل او يقف اول واحد يخرج اول واحد، يدخل اول واحد يخرج اول واحد. اللي يدخل اخر واحد يخرج اخر واحد. هاي فكرة الصف. فاذا نجي نطبق ايضا بطريقه مشابهه راح تشوف ايضا امر جدا بسيط نفس الفكره يعني. فعملنا داتا وعملنا نكست وعملنا نود، هاي نفس الفكره ما نريد تظل ايدي مسقل بيها. عملنا فرونت ورير هون مثل ما هنوك عملنا مثلا هيد وتايل، هون فرونت ورير. فدائما الفرونت شنو؟ الفرونت هو اللي بالبدايه راح يكون والرير هو اللي بالوسط اللي بالدخل بالبدايه يعني. فاول شيء راح يكون الفرونت ورير. فراح نجي ايش راح نعمل هنا؟ هون ان كيو، هناك ما قلنا بوش، هون ان كيو يعني دخله بالصف. فدخل داتا مجرد اسم، عملنا نود جديده، فعندنا النود الجديده اللي عملناها اللي هي هذه النود، دخلنا بها 77 مثلا تركناها. نجي حاليا if this dot rare يساوي null، اذا كان الرير يساوي null يعني كل شيء ماكو رير هو اول واحد، فاذا ماكو رير فارغ فاذا ماكو حد داخل. فاذا الفرونت يساوي نيو نود والرير يساوي نيو نود، انتهى الامر، الامر جدا بسيط. فاذا ندخل هذه هنا دخلناها اول وحده، هي راح تكون فرونت وهي بنفس الوقت راح تكون الرير، هي اول وحده اللي هي موجوده فماكو غيرها اصلا. نجي بعدين حاليا نجي نعمل واحده ثانيه اللي هي هذه مثلا خلينا بها قيمه 9 وهاي راح تكون بالبدايه انيشال يعني راح تكون نل. فايش راح نعمل حاليا؟ هاي دخلناها مثلا صارت الرير والفرونت. نجي بعدين الثانيه لما ندخل الثانيه كيو يساوي نل، لا ما يساوي نل. فحاليا نجي هنا رير دوت نكست يساوي نيو نود، فاذا الرير هذه النكست مالتها اللي هاي يساوي نيو نود، فهنا كانه ربطناها احنا نجي ندخلها هنا لين راح تدخل قبله. فاذا هاي يساوي نيو نود اللي راح تساوي 9 مثلا الرير، وبعدين الرير يساوي نيو نود ايضا نكست مالتها نيو نود وهي تساوي نيو نود، فاذا الرير راح تكون هنا وهاي راح تبقى فرونت فقط. وكل ما نضيف راح تكون بنفس الفكره بنفس الطريقه يعني، راح تكون واحده مرتبطه بالثانيه. نجي على الدي كيو. الدي كيو عشان يعني نحذف قلنا اللي يدخل اول يطلع اول، فقلنا اذا ما كانت نل الفرونت ما كانت نل هي هاي الفرونت يعني نطلع منه فرونت، احنا حاليا ندخل من الرير ونطلع من الفرونت. فاذا نجي اذا ما كانت نل الفرونت فرونت يساوي فرونت دوت نكست. شوف البساطه الفرونت مالته النكست هذا قلنا
بعدين يساوي رجع لورا. من رجع لورا ماذا المؤشر عليها؟ already garbage collection مسحت مباشرة. فبهاي البساطة عندنا بعدين تيست مجرد دخل البيانات يعني كيو دي كيو ممكن انت تجربها مرفوعة كلها على الجيت هاب ممكن انت تجربها بعدين نشوف الفرونت وغير شو صار بالأخير. نجي حاليا على موضوع نوعا ما معقد اللي هو التري. نجي على التري. التري هي موضوع الشجرة. شوف التري حاول اشرح لك هو ببساطة التري شنو في قطعه مو اي تري. هذا الباينري تري اكو باينري تري اكو تري عادي. هذا باينري تري اللي فقط بين اثنين يعني كل روت هذا الروت شجرة بين فقط اثنين. شوف فكرته اشي هنا. اول شيء دخلنا هذا الروت اللي هو 5 على سبيل المثال دخلنا 5. شوف دخلنا نود نود بها left بها right نود يحكم بها left right. فالنود value بها left null right null إلى آخره. كنا دخلنا نود ودخلنا integer value. فخلينا النود إذا كان الفاليو أكبر من النود دوت فاليو الفاليو دخلته أكبر من النود فأنا أشوف حاليا أول شيء دخلته هذه 5 كملنا ما عدنا مشكلة حاليا هاي دخلت يعني ما كنت قبل كل شيء ولا في يمين ولا يسار واحد فدخلت. نجي بعدين من الدخل الثانية على سبيل المثال دخلت 2 مثلا 2 دخل شوف الاثنين عشان نجي نفحصها. الفاليو أكبر أول شيء إذا كان أقل من النود دوت فاليو فإذا كان الفاليو أقل من النود هاي النود القبل راح تكون بالإنسيرت هنا النود القبل راح جينا نشوف شو ندخله هنا بالتري. فأول شيء دخلنا نود 5 هاي دخلت ماكو أي مشكلة. بعدين لما نجي ندخل روت اللي القبلة هذه وبعدين ندخل واحد 2 تمام. شوف الإدخال شو هيعمل. إذا كان الفاليو أقل من النود دوت فاليو هو أقل فعلا هو أقل فإذا حاليا نجي هنا. إذا ما كان أقل إذا كان أكبر راح نتركه ونجي على else على نجي هنا else إذا كان أكبر لكن حاليا هو أقل. إيش راح نعمل؟ insert node dot left value. شوف هنا المشكلة بالنسبة للبعض إن هنا قلنا insert اللي إيش هي insert؟ insert هي نفسها هذه هذه مفهوم الريكيرجن اللي هي الأودية يسموها أو الريكيرجن إذا تطلع ريكيرجن بالبرمجة يعني نجي نستدعي نفس الدالة لكن بقيم مختلفة فالدالة تكرر نفسها تعيد نفسها. ليش؟ شوف فقلنا إذا كان node dot left لا يساوي null أول شيء طبعا إذا كان أكبر بعدين نجي إذا كان node dot left لا يساوي null تبع على هاي node dot left لا يساوي null هنا لا هو null أصلا فإذا هذا ما تفيدنا نترك هذه هو null فإذا هاي تركها نجي على else else مجرد طبع عليها السوالف بعدين نقول له node dot left يساوي new node. شوف الأمر جدا سهل نجي على node dot left أو على left إذا كان أصغر على left إذا كان أكبر على right فيجينا هنا خلينا هذه الأمر بسيط جدا وواضح. نجي بعدين نضيف واحدة ثانية فعملنا واحدة ثانية اللي هي مثلا 4 على سبيل المثال. شوف نجي نفحصها مرة ثانية value أكبر من node dot value هذه أكبر الأربعة لا مو أكبر يعني حاليا لحد الآن هو 5 value فهو ما أكبر أصغر فإذا هو أصغر نعم أصغر فإذا نجي مرتين node dot left لا يساوي null لا هو يساوي هو لا يساوي null تمام فإذا تمام لا يساوي إذا لا يساوي ايش نعمل؟ نرجع على الانسيرت مرة ثانية هاي الريكيرجن اللي هي العودية دالة الريكيرجن اللي هي تعيد نفسها نرجع على نفس الدالة لكن ايش نعمل هنا؟ نضيف المكان النود القديم اللي هي 5 لا نضيف النود دوت ليفت الموجودي والفاليو الجديدة مالنا النود دوت ليفت اشني؟ اللي هي 2 صح؟ فإذا ارجع من البداية ايش راح ارجع اعمل؟ ارجع من البداية هنا ارجع انسيرت يعني أقول الفاليو أكبر من نود دوت فاليو حاليا لكن النود حاليا اختلف حاليا النود اللي هو الليفت فإذا أجي مرة ثانية الفاليو أكبر نعم أكبر أو أصغر شوف هنا أصغر لا ما أصغر أكبر لأن يعني حاليا النود 2 فهو ما أصغر أكبر فإذا إيش يعمل؟ اترك هذه اطلع على الأكبر اترك ارجع على الأكبر إذا كان أكبر نعم هو أكبر إيش يعمل؟ إف نود دوت رايت لا يساوي نل لا هي نل نود دوت رايت نل فإذا إيش يعمل؟ بدتنا رايت على روح على هاي خليها الانسيرت ضيف له فاذا خليها رايت شفت الفكره الشجره هاي عندي 5 2 4 هاي صارت على الليفت لان اصغر هاي صارت على الرايت لان اكبر تمام. نجي حاليا على الثمانيه شوف الثمانيه
حاليا اخر شيء الروت اشكال عندنا. لحظه نجي ندخل الثمانيه، مخطأنا بالثمانيه، فنجي ندخل الثمانيه هنا. اذا كان فاليو اول شيء ندخله، اذا كان فاليو اكبر من نود دوت فاليو فهو اقل من النود، لو اكبر دوت فاليو ثمانية هو ما اقل، هو اكبر النود خمسة. فاذا نجي حاليا اذا كان اكبر، شوف الرايت، الرايت لا يساوي نل، لا هو نل، فاذا مجرد خلينه على الرايت والخمسة بهاي الفكرة. نجي بعدين ندخل ستة مثلا، نجي على الستة، ستة وين؟ نجي نفحص هذه، ستة أكبر من الخمسة؟ نعم هو أكبر من، هو أكبر ما أقل، هي أقل، لا هو أكبر. الرايت فارغة؟ لا ما فارغة الرايت. فإذا إيش نعمل؟ نجي نستدعي الإنسيرت مرة ثانية، لكن الروت ما لاش راح تكون الرايت اللي هي الثمانية. فإذا نجي مرة ثانية، نجي هنا إذا كان فاليو أقل من نود دوت فاليو، يعني الفاليو مالته اللي هو دخلناه من ستة أقل من الثمانية، ستة أقل من ثمانية، فإذا نجي الليفت ماله لا يساوي نل، لا هو نل، هو نل، فإذا الليفت مالته راح يكون النود الجديد، فإذا الليفت مال هاي راح يكون النود الجديد، فإذا هاي صارت هنا، هذا صار الليفت مال هاي النود، تمام؟ هذه راح تكون على يسار. ليش نستخدم الريكيرجن العوديه؟ لان تشوف انت نفس الشيء بالضبط، هي نرجع نفس العمليه نعمل، لكن فقط نغير النود، يعني نجي اذا هذا كان لا يساوي نل، اذا هذا لا يساوي نل فقط على بعده، لكن عمل نفسه بس مجرد غير النود وعمله نفسه. فهذه فكره التري. اتمنى تكون الفكره واضحه، وحاولوا طبعا تطبقوها فقط، ودرس جدا مهم، يعني صح طويل يكون تقريبا ساعه، لكن صدقني جدا جدا مهم راح تفهمه. يعني اغلب اللي يدرس داتا ستراكشر مشكلته انه ما يفهم، هذا راح تفهم، انا متاكد راح تفهم بعد ما تخلص. واي شيء صعوبه تعقيد ممكن انا غلطت بشغله معينه بشكل سريع، اما تنبهني انا بالتعليقات او ممكن تسالني شيء له علاقه بالموضوع، لان اذا شغله ما له علاقه بالموضوع انا ما راح اجاوب بالتعليقه، راح اجاوب على شيء له علاقه بالموضوع نفسه اللي شرحته له انا. فاذا ما فهمت مثلا التري فيها بعض التعقيد فراح افهمك اياه ان شاء الله، واعتقد انه راح تفهمه اذا طبقته. أتمنى يكون هذا واضح، والسلام عليكم.